وفاء صباح الخير. صباح الخير أخت أمينة. لاباس عليك وش مزيان؟ الحمد لله. ألا لبس صحتك وراحتك السنسلة والقلب ديال الذهب. الله يعطيك الصحة أخت أمينة الله يعطيك الصحة. لالا وفاء باش شاركتي؟ شاركت معكم بالشهدة بالشوكولات بالدقيق مجية. الله يعطيك الصحة لالا تبارك الله عليك. شحال من مرة شاركتي وشنو هي الطريقة اللي شاركتي بها؟ هي طريقة الواتساب ولكن شاركت بزاف الواتسابات وربي جاب التيشيرات نهار. من شحال هادي مني بدات المسابقة وانت كتشاركي؟ مني بدات المسابقة وانا تنشارك. تبارك الله عليك لالا وفاء وبالصحة وراحة وتسهلي تسهلي ماكثر ان شاء الله. طيب غتعطينا هاد الشهدة بالشوكولات؟ ان شاء الله. اللي ربحاتك سنسلة وقلب ديال الذهب. يلا تفضلي. 300 غرام من الدقيق مجية. وفاء 300 غرام ديال دقيق مزية. معلقة صغيرة خميرة الحلوة ولا حرشية. معلقة صغيرة؟ آه. ديال خمارة؟ خمارة الحلوة. أيوة. ورشة ديال الملح شوية الملح. معلقة صغيرة يعني النص تقريبا لا؟ الملح. لا الخمارة، معلقة صغيرة هي النص ديالها ولا هي وحدة كاملة؟ والله وقيلة شرشية معناتها ندير معلقة صغيرة وقيلة مقدار شرشية صغيرة. واخا هي. رشة الملح. جوج معلقة كبار سنيدة. نعم. معلقة كبيرة ديال الحليب مجفف. معلقة كبيرة الزبدة عادية كرطبة العادية. وجوج معلقة كبار الزيت. نعم. معلقة صغيرة الخميرة الخبز. على حسب الجو، لكن الجو بارد نقدر نزيدو خميرة الخبز. والماء فيه باش نجمعو. والدجين شكلاط قطع الشكلاط الأسود وجنجلال وبيضة صغيرة اما بالحليب ولا بالخل. للتزيين شوكولات قطع ايوا وبيضه مخفوقه اما بالحليب اما بالخل والزنجلان اللي تجين هذول الحليب او الخل والزنجلان. ايه الطريقه غنديروا انا نخلط الدقيق عندي نعجن العجين العجين غنديروا الدقيق والخماره والملح والشنيده والحليب مجفف والزيت والخمارة بالطبع الخميرة ديال الخبز غنفج نرطبها شوية بالماء دافتة ترطب ونزيدو على الخميرة الخميرات الحلوة ونجمعو بالماء دافتة تكون عندنا عندنا رخوة ماشي قاش شوية صافي نقطعوهم بحال القريشات ديال المشمناش غيورين كرات صغار ونديرو وسط منهم الشكلاط الأسود الوسط ديال ما كتخليهمش لا يرخافو لا والو. لا نطلعوهم نطلعوهم تي يكونوا العجينه تكون رخوه نخليوها حتى ترتاح شويه. ومن بعد تنقرش لهم قريشات صغار. وكل قريشه ميتة بالطبع ميتة نديرو وحده وحده تنخليها ما يوحد شويه. ونديرو كل قطعه ديال الكره فيها قطعه ديال الشكلاط وسط منها ونجمعوها عاوتاني. نديرها على شكل دائري. على شكل دائري بحال قريشات بحال الدائره ونديرو وسط منها الشكلاط قطعه ديال الشكلاط وسط من الدائر ونجمعوهم. قطعة شكلاط غير صغيرة؟ غير صغيرة أما عادية متوسطة وصافي قطع صغار. تنقطعهم صغار وتدير وسط من كل كرة تندير وسط منها الشكلاط. نعم. وتنجمعوهم وتنشدو واحد إما طاوة دايرة تندهنوها بالزيت وتنخليهم تندير وحدة 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 كي دائرة بيناتهم هي واحد شوية الفرق. وتنخليه يضعف الحجم ديال تندهنهم في الاول تندهنهم بالبيضه تندهنهم بالبيضه ونخليهم بالبيضه اللي خفقناها بالحليب ولا بالخل وتنخليهم يرتاحوا تيضعف الحجم ديالهم. من بعد تنعاود ندهنهم وتندير فوق منهم الجنجلان وتندخلهم في الفران بالصحه والراحه. نجم ونعاود ندهنهم بنفس البيضه. بنفس البيضه يعطي تيجي واحد البريو فيها زوين وتندهنوا في الاخر تنعاودوا بنفس البيضه وتنديروا فوق منه جنجلان كل دائره تضعف الحجم ديالها تدولي بحال خاليه نحل. وفي الاخر ندهنهم بالمح ديال البيضه ماشي بالبيضه كامله. انا تندير بيضه عيش غير وتنديرها كامله. بيضه كامله صافي. بيضه كامله باش يلاه تقدنا في الاول في الاخر. تبارك الله عليك لاله وفاء. الله يبارك فيك اختي. الله يحفظك وراحتك ومبروك عليك مره اخرى. امينه شكرا لكم وشهد اف ام وبالطبع الطاقم الجي اللي عطانا هذه الفرصه هذه وتنشكرك اخت امينه اخت هدى وكل طاقم شهد اف ام. شكرا لك وفاء احسنتم طبعا.